أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون أجداء بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق المرسل، فما تعريف المرسل لك بالله؟ وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف، والتابعي مع ضابط والتابعي مرة عندنا من التابعي من رأى الصحابة ولو لم يسمع، الصحيح أنه يعود من التابعين، ولكن إذا لم يسمع فمرسله من قبيل معظم. ما حكم المرسل عندك يونس من قسم الضعيف؟ لماذا؟ من قسم الضعيف لأنه لا يعلم حال الساقط، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، فقد روى التابعي عن التابعي بكثرة، وعلى احتمال أن يكون تابعيا ما يدرى ثقة أم ضعيف، ويحتمل أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعين آخر، ولا ندري ما حال التابعي الآخر، هل هو ثقة أم ضعيف. فالذي عليه جمهور المحدثين تضعيف المرسل. من الذي قال ومرسلا من هو الصحابي سقط، قل غريب ما روى راو فقط؟ البيقوني انتقد عليه التعريف بقوله ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا ما يصلح أن يجزم أن الساقط صحابي، لو تأكدنا أن الساقط صحابي حكمنا له بالصحة، ولكن يقال ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قلنا هو ما سقط من إسناده صحابي خلاص ما بقي إشكال، إذا تأكدنا أن الساقط صحابي فالتعريف صحيح، يعني فالمرسل صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. ما يسمى بمراسيل الصحابة ما المقصود به؟ عندك مصاب؟ أن يضيف الصحابي وهو قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، ولكن لصغره ما سمع إلا اليسير، فيأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه مباشرة، سمعه بواسطة صحابي آخر، فمرسل الصحابي مقبول، لأن عامة رواية الصحابة عن الصحابة وروايتهم عن غيرهم التابعين نادرة، ولأن الصحابي لا يستجيز أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عن الثقات. فرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة سواء ما سمعه منه مباشرة أو بواسطة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: المدلس. والحديث المدلس هو الذي في إسناده رجل مدلس، والتدليس أقسام سيأتي. قال تعريف التدليس: التدليس ينقسم إلى قسمين مشهورين، هذه أشهر الأقسام وهي التي تأتي في الأسانيد، وأشهرها تدليس الإسناد. قال أولهما تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، قال تدليس الإسناد هو أن يروي عن شيخ قد سمع منه أو عاصره وأمكن سماعه منه، يروي عن شيخ قد سمع منه
يعني قد صرح بالسماع في بعض الأحاديث، قد قال سمعت منه كذا وكذا، سمعت فلانا يقول كذا وكذا، قد سمع منه أحاديث، أو عاصره وأمكن سماعه منه، يعني حتى لو لم نجد له قد صرح في بعض الأسانيد لكنه معاصر له، ولم ينفي أحد من الحفاظ أنه ولم ينفي أحد من الحفاظ لقيه له في عصر واحد وفي بلاد واحدة، أو عاصره وأمكن سماعه منه، حتى ولو لم يكون في بلدة قد يجتمعان في الحرى، نعم في المدينة في مكة قد يجتمعان، إلا أن ينفي الحفاظ يقولون فلان ما لقي فلان، فهذا يصير من قسم المنقطع ليس من قسم التدليس. إذا نفى الحفاظ السماع جزما قالوا فلان ما لقي فلان، كأن يكون مشهورا أنه عاش في البصرة وذاك عاش في مصر ولم يلتقي أبدا، فالحفاظ ينصوا يقول فلان لم يلق فلانا. أما إذا لم ينفوا اللقي وهما في عصر واحد فروى عنه ما لم يسمعه منه فهذا من قبيل التدليس وليس من قبيل المنقطع. إذن الإسناد التدليس نعيده، قال تدليس الإسناد هو أن يروي عن شيخ قد سمع منه أو عاصره وأمكن سماعه منه يروي عنه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه بصيغة تحتمل السماع، أن يروي عن شيخ قد سمع منه، يعني قد وجدنا أحاديث صرح بسماعه منه، يقول سمعته يقول كذا وكذا، رأيته فعل كذا وكذا، هذا صريح أنه قد جالسه ولقيه، أو عاصره وأمكن سماعه منه، يعني في عصر واحد يروي عنه أي يروي عن شيخه هذا ما لم يسمعه منه، يروي أحاديث ما سمعها منه مباشرة، سمعها منه بواسطة، يروي عنه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه بصيغة تحتمل السماع، يوهم السامع أنه سمع منه هذا الحديث، فمثلا ابن جريج معروف بالتدليس، فيأتي إلى حديث فما يقول حدثني، وإن كان قد سمع من ذلك الشيخ من شيخه، فمثلا يروي عن الأوزاعي مثلا أو عن نافع، فما يقول حدثني لأنه قد سمع منه أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث بنفسه سمعه منه بواسطة رجل وهو ما يريد أن يذكر هذا الرجل، فيقول عن الليث أو عن نافع أو قال الليث أو قال نافع أو نحو ذلك، فصنيع بن جريج في هذا الموضع سمى تدليس لأنه أسقط من سمع منه وروى عن شيخه بصيغة محتملة للسماع، فهذا يسمى تدليسا حيث أنه أوهم السامع أنه أخذه عن شيخه مباشرة وهو أخذه بواسطة. قال هو أن يروي عن شيخ قد سمع منه، يعني قد سمع منه أحاديث أخرى، ويروي عنه حديثا لم يسمعه منه بواسطة، سمعه بواسطة فأسقط الواسطة. هو أن يروي عن شيخ قد سمع منه أو عاصره وأمكن سماعه منه، يعني يعتبر نعم حتى ولو عاصره فالإيهام موجود، أنه عند أن يروي عن شيخ عاصره واللقي ممكن والسماع ممكن بصيغة تحتمل السماع فيوهم السامع أنه أخذه عنه مباشرة. هو أن يروي عن شيخ قد سمع منه أو عاصره وأمكن سماعه منه يروي عنه ما لم يسمعه منه، أي أحاديث أخرى ما سمعها،
مثاله أيضا الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي كثيرا، قد سمع منه وجالسه وأخذ عنه الكثير، فيأتي إلى حديث يسقط شيخه أخذه عن الأوزاعي بواسطة رجل، فيسقط الواسطة الرجل ويروي عن الأوزاعي مباشرة، فيقول قال الأوزاعي عن الأوزاعي ذكر الأوزاعي، ولا يقول سمعت الأوزاعي. لماذا ما يأتي بالسياق التصريح يقول سمعت الأوزاعي؟ لأنه سيدخل في الكذب، ما سمعه منه مباشرة وأخذه بواسطة رجل. فهذا يدخله في الكذب، ولذلك يأتي بصيغة محتملة. قال يروي عنه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه بصيغة تحتمل السماع، كقوله عن فلان قال أو قال فلان أو ذكر فلان وما أشبهه. متى يستخدم المدلس هذه الألفاظ؟ قال فلان ذكر فلان أو فلان، إذا لم يسمعوا مباشرة وإنما سمعوا بواسطة، فيتحرص ويأتي بهذه الألفاظ المجملة المحتملة. وإذا سمعوا مباشرة يأتي بصيغة التصريح، قل سمعت فلانا، سمعت فلانا يقول كذا وكذا. قال والحكم في المدلس الذي عرف به وأكثر منه أن لا يقبل من رواياته إلا ما صرح فيه بالسماع أو التحديث. قولنا عرف به وأكثر منه إشارة إلى أن بعض المدلسين دلس يسيرا ورواياته كثيرة جدا، فتجاوز العلماء في عنعنته يقبلونها إلا أن يتبين من جمع الروايات أنه سقط منه رجل، فينص الحفاظ على أنه دلس في ذلك الحديث بعينه. فهناك مدلسون كثر، هناك مدلسون كثر دلسوا نادرا، دلسوا قليلا، ورووا آلاف الأحاديث، تدليساتهم معدودة ورواياتهم فوق الآلاف، فمثل هؤلاء تجاوز الحفاظ فيهم، ولذلك قيدنا هنا وأكثر منه. وقد عد الحافظ بن حجر رحمه الله طبقتين من المدلسين مقبولة، وقبله العلائي في جامع التحصيل الطبقة الأولى من اتهم بالتدليس ولم يثبت عنه أو دلس نادرا نحو المرة أو المرتين، أو لم يدلس إلا عن ثقة، لم يدلس إلا عن ثقة كما ذكر عن سفيان بن عيينة أنه ذكر بالتدليس ولكنه لم يدل تتبع رواياته فلم يروه دلس إلا عن ثقة، فقبلوا رواياته كأنه ليس بمدلس. والطبقة الثانية من منقب قبلت الذين دلسوا ولكنها قليلة في جانب ما رووه، وهذه الطبقة يختلف الحفاظ في النظر فيها، يختلف اجتهاد الحفاظ في هذه الطبقة. فبعضهم يعد بعض المدلسين من هذه الطبقة وبعضهم يعده من أكثر، فتختلف اجتهادات المحدثين في هذا الموضع، في موضع الذي هو الطبقة الثانية تختلف اجتهادات المحدثين في هذه الطبقة. فالأعمش رحمه الله دلس وهو يصلح أن يعد من هذه الطبقة الثانية، فقد روى الآلاف وتدليسه قليل، فالأعمش تقبل عنعنته
مع أنه دلس، ولكن ظهر أين تدليساته بجانب رواياته فهي قليلة جدا، فلا نعم فتقبل رواية الأعمش بالعنعنة، هذا مثال، تقبل رواية الأعمش بالعنعنة إلا أن نجد أنه هو نفسه قد ذكر واسطة في موضع آخر، أو يكون الحديث مشهورا برجل ضعيف مثلا وهو من مشايخ الأعمش فيخشى أن يكون قد دلسه. فإذا وجدت القرائن التي تقدح في نفس العالم والمجتهد في هذا الباب أنه قد حصل التدليس فيحكم عليه بذلك، وهذا ينص عليه الحفاظ، يقولون دلس الأعمش في هذا الحديث، يعرفه الحفاظ بما أعطاهم الله من العلم والمكنة والحفظ وحفظ الأسانيد والمتون، يعرفون أنه دلس فيه، إما بمعرفة الحديث بشخص براو عرف به وعرف أن الأعمش قد أخذ عنه مثلا، أو بجمع الطرق يكون أكثر الرواه قد رووه وهو معروف بذلك الرجل الضعيف أو نحو ذلك. قال والحكم في المدلس الذي عرف به وأكثر منه ألا يقبل من رواياته إلا ما صرح فيه بالسماع أو التحديث، يقول سمعت أو حدثني فلان، إلا ما صرح فيه بالسماع والتحديث، فإذا لم يقل سمعت أو حدثني فلا تقبل روايته. ومعناه أنه يحكم عليه بالضعف عنعن المدلس ولم يصرح بالسماع، فكم من أحاديث ضعفت بسبب عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس مشهور صاحب المغازي والتواري نعم والسيرة. ولماذا يصنع المدلس ذلك؟ لماذا يسقط شيخه؟ عندك بعض الأوقات يسقط شيخه من أجل أن يرتفع بالسند، يقول قد أخذت عن الشيخ، فيتساهل في الأمر، يقول سأرويه عن شيخي مباشرة عن حسن ظن، وأيضا ثقة، يعني ثقته بهذا الرجل الذي حدثه جعلته يحذفه ويروي عن شيخ مباشرة لأنه شيخه معروف به، فيختصر من باب الاختصار أو طلب علو السند. وأيضا قد يكون ثقة، قد يكون المدلس يرى أن هذا ثقة ولكنه غير مشهور بالثقة عند الناس أو مجروح عند الناس، فمن ثقته به يسقطه ويرويه عن شيخه مباشرة. أما لو كان يعتقد أنه مجروح ويسقطه فهذا طعن في المدلس، كيف يسقط المجروح؟ ولكن محمول من لأن المدلسين الثقات الذي هو معروف بالعدالة والضبط ما يصنع هذا الأمر، لأن هذا الأمر يقدح في العدالة أن يسقط الرجل الذي يعتقده مجروحا، هذا يقدح بالعدالة، ولكن كونه ثقة فلا بد أن يحمل على أنه أسقطه بسبب من الأسباب، إما أن يكون أصغر سنا منه فيفضل أنه يروي عن شيخ مباشرة، وهذا وإن كان نقصا فلا نقص في رواية عمن هو أصغر، فيكون نقصا في الراوي أن يستأنف في هذا الباب. أو كما تقدم ذكره قد يكون طلب للعلو علو السند،
أو اختصارا، لأنه متأكد أن هذا الرجل، أن هذا الذي حدثه عن شيخه ما يكذب، أو حسن ظنه بالراوي وإن كان ضعيفا عند غيره فأسقطه لأنه يثق به. إذن الخلاصة تعريف تدليس الإسناد، من يذكرها؟ من يذكر التعريف عندك يا أسامة؟ أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. لكن نقص علينا الذي ما قد علمنا سماع المعاصرة، أن يروي عن من سمع منه أو عاصره وأمكن لقاءه، وأمكن لقاءه ما لم يسمعه منهم موهما أنه قد سمعه منهم. أن يروي عن شيخ قد سمع منه أو عاصره وأمكن سماعه منه، يروي عنه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، بصيغة تحتمل السماع. تعريف طويل لكن إن شاء الله قد فهم. أن يروي عن شيخ قد سمع منه أو عاصره وأمكن سماعه منه، يروي عنه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، بصيغة تحتمل السماع. قولنا قد سمع منه، ماذا أردنا به؟ يعني قد سمع حديث أخرى غير هذا الحديث الذي أسقط فيه الواسطة. أو عاصره وأمكن سماعه منه، ما المراد بهذا؟ أن يكون في بلد عاش معه. نعم، في بلد واحد وفي زمن واحد، أو في زمن واحد وإن كان مختلفين في البلد، لكن لم ينفي أحد من الحفاظ اللقي. احتمال اللقي كبير، فإذا روى عنه وهو ثقة وليس بمدلس فنحمله على السمع، وهذا شرط مسلم أنه يكفي المعاصرة. إذا روى الثقة عن ثقة عاصرة وأمكن اللقي فهذا محمول على السمع، محمول على السمع عند الحفاظ والمحدثين. فإذا روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع فهذا هو التدليس. يروي عنه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه بصيغة تحتمل السماع، ما هذه الصيغة التي تحتمل السماع؟ عندك يا عبد الله عبد الرحمن، قول قال فلان ذكر فلان عن فلان، ما يقول قال لي ولا ذكر لي ولا حدثني ولا سمعته، ما يقول هذا. ما هو الحكم في المدلس عندك؟ ايش اسمك انت؟ عمار. عندك عمار، من اين انت؟ من نعم، ما تخبر روايته الا إذا صرح بالسماع. نعم، إذا وجدناه قد صرح في بعض المصادر قبل. الذي ما فهم التعريف يجلس مع أخوانه الذين فهموا يتفهم منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.